زيكم <applause> في كل بيت في كل حياة في كل بيزنس في كل علاقة سواء مع اصحابنا او مع ازواجنا او مع اولادنا او ابهاتنا او اي حد في حاجة بسميها المناطق الساخنة عارفين الكورنر اللي في البيت او الكرسي اللي في البيت اللي دايما مكركب اللي مهما حاولنا ننظفه ونروقه يرجع يتكركب تاني ونرجع نروقه تاني ونظبطه تاني ويرجع يتكركب تاني ده مثل على المناطق الساخنه عارفين الموضوع اللي كل ما نيجي نفتحه مع شريك حياتنا او مع بابانا او مامتنا او مع صاحب او صاحبه وفجاه الجو يتكهرب ونبقى مش يعني مش عارفين نتواصل ومش عارفين نتكلم ونلاقي احنا خدنا موقف دفاعي وهو خد موقف هجومي وفجأه الدنيا اتوترت عارفين في الشغل بتاعنا التاسك او الفانكشن اللي دايما نحس انها تقيله قوي على قلبنا او الاداره اللي دايما عامله لنا مشاكل او الشخص اللي دايما عامل لنا مشكله ده كمان مثال على المناطق الساخنه اللي عايزه اكلمكم عنها النهارده طيب ازاي نتعامل مع المناطق الساخنه دي او الحاجه اللي دايما تلاقيها inefficient فيها مشكله دايما بتثير قلاقل ومشاكل وتنشن سواء في جو البيت او في جو العمل او في علاقاتنا بينا وبين بعضينا ازاي نتعامل معاها ازاي نتخلص منها الخطوه الاولانيه ان احنا نعرفها ان احنا ندرك وجود هذه المناطق الساخنه في حياتنا في شغلنا في علاقاتنا دايما بيقولوا ان معرفه المشكله. نص الحل ليه؟ لاني لو عرفت المشكله والمشكله بالتحديد هاقدر ابتدي احلل الموقف ابتدي اسال الاسئله اللي تخليني اقرب خطوه بخطوه من الحل. تعالوا نرجع للامثله اللي انا ذكرتها تعالوا نرجع للركن او الكرسي المكركب في جنب البيت ده ازاي ممكن نتناول موضوع المنطقة الساخنة دي ده مجرد مثل بسيط بس عشان نشوف ازاي ممكن نعمل خطوات ممكن نطبقها على اي حاجة تانية في حياتنا عشان نوصل للحل بعد ما عرفنا المشكلة نسأل نفسنا اسئلة ايه اللي بيحصل ليه بيتكركب ونبتدي نلاحظ مهم جدا جدا نلاحظ سي مثلا روقنا المكان دوه على مدار الأيام اللي جايه ليه رجع تاني يتكركب؟ هتلاقي إن في سيستم البيت فيه خلل في نقطه معينه، لو مليان هدوم يمكن مفيش باسكت يتحط فيها الهدوم المتوسخه، يمكن مفيش حد في البيت واخد الموضوع سيريسلي إنه يحط الهدوم مكانها ويطبق الهدوم ويحطها مكانها. لو مكتب مليان ورق مكركب ده معناه ان احنا ما عندناش فايلنج سيستم نظام ارشفه في البيت ايوه حتى في البيت كمان احنا محتاجين نظام ارشيف عشان نحط الاوراق اللي بتجيلنا وكل الدوكيومنتس وكل الوثائق اللي موجوده في البيت عشان نعملها وانس ان احنا سالنا الاسئله نبتدي نحط خطوات للحل والناس اللي موجودين في المكان لازم يكونوا involved في الحل لازم يكونوا جزء من تنفيذ هذا الحل تعالوا نتكلم على المناطق الساخنة في العلاقات مش بتكلم على حاجات مش كويسة <applause> الموضوع مثلا سي مثلا ان كل ما نيجي نتكلم في موضوع الفلوس تقوم خناقة في البيت ليه؟ هل اللي بنكسبه قليل هل اللي بنصرفه كتير هل توقعات كل واحد مننا من الزوجين مختلفة انا بتوقع حاجة وهو بيتوقع حاجة هل اللايف ستايل او نظام حياتنا او الاسلوب اللي احنا عايزين نعيش بيه مختلف انا عايزة اعيش في ليفل معين وبطريقة معينة والزوج معينة كل الاسئلة دي لو قعدنا مع بعض وحاولنا ان احنا نجاوبها هنوصل للحل وهنوصل لكمبرومايز يعني ايه حب عليا وحب عليك ونبتدي الموضوع يمشي الاسلوب ده ممكن يتطبق على اي حاجة بـ بـ بتؤرق حياتنا و... و... وتخلق نوع من الشد والجذب في علاقاتنا سواء مع ابهاتنا مع امهاتنا المشكله ان احنا لازم نلاقي الطريقه اللي ننفع اللي تنفع ان احنا نابروتش الشخص ده بيها ان احنا نبتدي نقرب منه ونفتح معاه حوار الطريقه اللي هتكلم بيها مع مع بابايا ومامتي مختلف عن الطريقه اللي هتكلم بيها مع جوزي مختلف عن الطريقه اللي هتكلم بيها مع اولادي بس المهم ان احنا ما نسيبش المناطق الساخنه دي لغايه اما تولع وتقضي على العلاقه تعالوا مثلا في البيزنس لو مسكنا ورقه وقلم وحطينا كل الفانكشنز الوظائف اللي موجوده في البيزنس بتاعنا وحددنا ماشي من الخطوه دي للخطوه دي والخطوه دي للخطوه دي كل حاجه ماشيه كويس أو تيجي مثلا مثلا عند السيلز وتقع نبتدي نسال اسئله يا ترى هي بتقع ليه هل مفيش ليدز كفايه مفيش الماركتنج او التسويق مش عامل الشغل اللي بيخلي في عملاء محتملين موجودين للفريق بتاع السيلز او لو انا بشتغل لوحدي ما عنديش انا اسامي وناس عارفه انها ممكن تستفيد بالخدمه بتاعتي لا عندي عندي اسامي طيب هل فتح الحوار؟ هل مهارات البيع والتواصل بتاعتي ما تنفعش؟ شايفين كل الوقت انا قاعده عماله اسال اسئله وكل ما نسال اسئله اكتر كل ما ما يبتدي الحل يتبلور قدامنا. النهارده عايزاكم تاخدوا يعني ربع ساعه كده وتفكروا يا ترى ايه المناطق الساخنه في حياتي ايه المناطق الساخنه في الكارير بتاعي في مساري الوظيفي ايه المناطق الساخنه في علاقاتي في علاقتي مع شخص مهم ليا الاسئله كمان هتخلينا نوصل للسبب الحقيقي او اللي بنسميه الروت كوز في اي مشكلة بيبقى فيه مجموعة من العوامل لكن في عامل معين مسؤول عن اكتر من 80% من المشكلة دي لو فضلنا يعني نتنطط حوالين العوامل التانية اللي يعني مش مؤثرة او في الحقيقة مش مؤثرة احنا فاكرينها ان هي مؤثرة او هي دي وسبنا المشكلة الاساسية عمر او العامل الاساسي في هذه المشكله عمر ما المشكله دي هتتحل فكل ما نبتدي نسال اسئله ونسال نفسنا اسئله آه، بنقرب اكتر واكتر ان احنا نعرف السبب الاساسي لهذه المشكله ولما نعرف السبب الاساسي لهذه المشكله نقدر نحط خطه ان احنا نحلها يلا روحوا النهارده وفكروا في المناطق الساخنه دي وفكروا ازاي ممكن نحل هذه المشاكل القابعه في ركن من اركان حياتنا وما تنسوش تكتبوا لي تحت في التعليقات يا ترى قدرتوا ان انتوا تعرفوا هذه المنطقه الساخنه اللي انتوا محتاجين تهتموا بيها شويه وتدوروا لها على حل وما تنسوش اشتركوا في القناة وعملوا لايك وشير للفيديو باي